رشا شايفة انه ده انتوا المسؤولين عن التسريب بمدرسينكم، واللي ما اللي ما ينفعش يحمي حتة ورقة لا يصلح ان يكون في مكانه. اتفضل. ولا اعتقد ان احنا اتفقنا من البدايه ان المسؤوليه الكامله او المسؤوليه الاولى بتقع على وزاره التربيه والتعليم، واتفقنا على ذلك وقلنا ان وزاره التربيه والتعليم هي من اكتشفت التسريب، ووزاره التربيه والتعليم هي من الغت الامتحان او اجلت امتحان التربيه الدينيه. خلينا نتفق على ان يعني اعتقد ان حضرتك وافقتني على ان ده مسؤوليه الدوله بالكامل، واعتقد الكلام اللي قاله بيتر دلوقتي مشكورا في نفس الاتجاه ان ده مسؤوليه الدوله بالكامل. احنا امام تحدي، وزارة التربية والتعليم هي المسؤولة، وهي المسؤولة عن كتابة الورقة، لكن كلنا مسؤولين عن حماية هذه الورقة يا أستاذ وائل. وزارة التربية والتعليم لم تتراجع عن تقديم 12 شخص للعدالة، بيتم التحكم معاهم دلوقتي، لكن أنا مش عايز أصدق. طيب بس هي قالت حاجة، قالت أنا استفدت إيه من ده؟ أنا جايبة دلوقتي مدرس إنجليزي هدفع له فلوس عشان يراجع، لو الامتحان اتسرب غدا هتلغي الامتحان، فالناس بتدفع فلوس على الفاضي بالإضافة للتوتر والعصبية يعني. هو احنا بنقول هنلغي الامتحان خالص يا استاذ وائل ولا هنعيد الامتحان؟ يعني الفلوس اللي هتدفعها الاستاذه رشا لابنها عشان يمتحن، احنا ما بنقولش هنلغي الامتحانات خالص، بنقول بنأجل الامتحان للسبت الامتحان باخر عشان نحمي البلد، عشان نحمي مؤسسه من مؤسسات البلد، عشان نحمي نفسنا من نحمي الجيل بتاع بكره من مافيا بتتربص بينا من اول السنه. المسؤوليه مسؤوليه وزاره التربيه والتعليم في البدايه، لكنها مسؤولية دولة بالكامل بكل أجهزتها بما في ذلك الإعلام. أرجو من خلالك يا زوال دلوقتي لأن مفيش وقت، تحس أولياء الأمور ألا ينساقوا وراء هذه الصفحات، وتحس كل أجهزة الدولة إنهم يعملوا إيه؟ ما يتابعوش الصفحات دي؟ لا، يتابعوها أو ما يتابعوهاش، أنت ليك أسلوبك يا أستاذ وائل. ما هو اللي بيغش يا أستاذ بشير مش لا ينتظر واعظا أو ناصحا، اللي بيغش يعني عنوانه الفشل وشيطان الفشل راكبه، ما عنده يعني مهما وعظنا فيه. بالتأكيد بالتأكيد، لكن خلينا نبحث مع بعض كلنا عن آليات، الإعلام يصنع كل شيء، خلينا نبحث من خلالك عن آليات لمنع التسريب، خلينا نبحث من خلالك ومن خلال خبراء أمن عن إزاي نقضي على أصحاب هذه الصفحات. طب ليه ما عملناش ده قبل الامتحانات بمدة كده يا أستاذ بشير؟ وزارة التربية والتعليم مع وزارة الداخلية مع الجهات المعنية تعقد اجتماعات، لن نسمح بتسريب الامتحان هذا العام. على فكرة كلام حضرتك تحقق بالفعل، وفي هناك لجنة من وزارة الاتصالات ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم بتعمل منذ فترة، وبالفعل قدمنا بلاغ لوزارة الداخلية ب 26 او 27 صفحة اعتادت على تسريب على تغشيش الطلبة، وبالفعل تم إلقاء القبض على البعض منهم، والبعض الآخر هارب. امبارح بس تم إلقاء القبض على شخص، والنهارده وقبل كده الشخص اللي كان بيبيع سماعات البلوتوث من خلال صفحته على الانترنت تم إلقاء القبض عليه. يعني وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم لم تأل مجهودا في ذلك، لكن علينا كلنا أن نتحد في وجه هذه المافيا للقضاء عليها. احنا أمام مافيا يا أستاذ وائل، مش قدام شخص ولا اثنين ولا ثلاثة. لا طبعا، ما بيعملش ده واحد ولا اثنين، أنا قدام ميليشيات هدفها هو تحطيم التعليم والمستقبل ونشر الإحباط في صفوف الشباب. هذه الميليشيات لا تقل شراسة ولا تقل حرب على مصر ولا تقل تربص لمصر عن اللي موجودة في شمال سيناء اللي بنحبها. بس أنا سمعت لك كلام أستاذ بشير بتقول الإخوان مسؤولين عن تسريب الامتحان، مش عايز أعلق كل شيء على شماعة الإخوان. إخوان أستاذ وائل، أنا لم أقل الإخوان، أنت ما سمعتش، أنت قريت. أنت قريت، يعني أنا كان نفسي تستمع ولا تقرأ. أنا ما قلتش الإخوان، أنا قلت أهل الشر، وأهل الشر دول الذين يتربصون مؤسسات الدولة، يعني ليس شرطا أن يكونوا الإخوان أهل الشر. طيب طبعا يعني في كل الأحوال يا أستاذ بشير، ما هو أهل الشر بيدخل فيه أيضا الإخوان يعني في كل الأحوال، بس اللي أنا أقصده إن مش ممكن أبدا إنه حتى الآن لا نجد وسيلة لحماية امتحان، مش ممكن. أمال دول العالم بتعمل إيه يا أستاذ بشير؟ خلينا لا يا أستاذ وائل، أكيد حضرتك متابع إن حصل تسريب في الجزائر، وحصل تسريب في إسرائيل نفسها، وحصل تسريب يعني امتحانات الجزائر. الرئيس الجزائري اتخذ قرار بعزل امتحانات هذا العام، أكيد حضرتك متابع. ما أنا متابع، بس في مصر
انت ما انت التسريب اصبح يوميا، التسريب عندك ناس بيطلعوا لك لسانهم وبيقول لك هنسرب الامتحان مهما فعلت يعني، لكن ما بسمعش في فرنسا مثلا انه تم تسريب الامتحان ولا في المانيا. زي ما حصل في الجزائر يا زوائل وحصل في العديد من الدول، احنا بنتعرض لده احنا كمان، وعلينا ان نبحث اليات واعتقد عن اليات، واعتقد احنا كلنا بنبحث عن اليات دلوقتي، بيقوم حضرتك كمان بتبحث عن اليات القضاء على هذه الظاهره. طيب وده هدفنا يعني ان شاء الله ممكن ما يكونش، ما نتعرضش لده ان شاء الله بكره ان شاء الله، لانهم مطلعين على الصفحه اهو انه 8 وثلث امتحان الانجليزي ستجدونه على صفحتنا البديلة، يعني بعد إغلاق الصفحة الأساسية وبعد القبض كما أعلنت وزارة الداخلية أو بيطلعوا لسانهم تاني، إحنا هننزل هتلاقوا الامتحان الساعة 8:30 قبل الامتحان، علشان لا يعطوا فرصة لأحد لأنه يعمل امتحانا بديلا. طيب بتوجه لك بالشكر أستاذ بشير حسن، بتوجه لكم بالشكر. هطلع فاصل، لكن خلونا يا جماعة نقعد نتأمل في المشهد. يعني معقولة أجهزة الدولة تجد نفسها عاجزة أمام ميليشيات تقوم بتسريب الامتحانات بهذا الشكل؟ معقولة لا نجد حلولا، لا نستطيع إغلاق الأبواب أمام تسريب الامتحانات؟ الامتحانات حتى يعني هي حصيلة العامل الدراسي كله، ومعنى انه بيتعنق في الامتحانات يعني ده معناها انه عاوز انهيار التعليم، انهيار المستقبل، العدالة، التكافؤ، المساواة. بعد الفاصل هنكمل معاكم.